بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا طلاب. نستكمل موضوع السبوزيتري. تكلمنا بالمحاضرة السابقة وبالجزء الأخير من المحاضرة السابقة عن طرق تحضير السبوزيتري، وقلنا هي مولدينج كومبريشن أو شيبينج رولينج أند شيبينج. أهم الطرق اللي هي تستخدم بالسمول سكيلز وباللارج سكيل اللي هي باستخدام المولد. الشيء المميز بالسبوزيتري يختلف عن بقية الدوزج فورم انه هو اتعامل ويا حجم ووزن بنفس الوقت، حجم المولد ووزن الماتيريال اللي يعني دا استخدمها. فهنا لازم اني شنو، لازم القى فد علاقة ويا المواد اللي استخدمها بين الحجم مالتها وبين الوزن مالتها. انا بدي اقدر اطلع السبوزيتري من اجي اقول هاي السبوزيتري تحتوي لي، فور اكزامبل سبوزيتري كل وحده تحتوي لي باراسيتامول 250 ملغ. شلون حطيت ال 250 ملغ بهذا الحجم مالت المولد؟ شنو هي المواد اللي حاطها وياها بحيث تغطي الحجم مالتها بحيث يصير بنص القالب ومغطي القالب كله 100%؟ لازم اكو علاقه بين الوزن والحجم. شنو العلاقه بين الوزن والحجم؟ هي شنو؟ الدنسيتي. لازم اعرف اني الدنسيتي مال المواد كلها اللي استخدمها، بحيث من اقول 250 ملغ هل قد حجمها لازم اخليها بالمولد، والباقي لازم اخلي سبوزيتري بيز نفس الحجم بحيث يكفي لي ويسد لي الحجم مال الفتحه مال هذا المولد، حتى تطلع عندي سبوزيتري حجمها واضح، شكلها واضح، وزنها واضح. فلازم انا اعرف الدنسيتي ما اولا مات السبوزيتري بيز، والدنسيتي مال منو، مات الدول اللي دا استخدمها، والدنسيتي مات كل المواد اللي دا استخدمها، على مود شنو الوزن احوله الى حجم واقول هذني اجمعهن ويصيرن حجم المولد الكلي، حجم القالب، الفتحة القالب الكلية. هنا نجي على طريقة وشغلة كلش مهمة. من اجي اشتري قالب او اريد استخدم قالب اول مرة لازم اسوي له كاليبريشن يسموها، اريد اشوف اش قد حجمه واش قد يلزم وزن من اي مادة. مواد اللي نستخدمها دائما بكل السبوزيتري هي شنو؟ هي سبوزيتري بيز. اهم سبوزيتري بيز اني استخدمها هي كوكو بتر وبولي اثيلين جلايكول. فلازم كل مولد مسوي له كاليبريشن على كوكو بتر وبولي اثيلين جلايكول وورقة مسجلة ام المولد. So each individual mold is capable of holding specific volume، لا اكثر ولا اقل، ما يصير تلزم اقل ولا اكثر. هذا الشكل هذا المولد يطلع لي هذا الحجم من السبوزيتري. So specific volume of material in each of its opening because of difference in the density of the material. If the cocoa butter is used the density مالته واحد، the weight of suppository will differ. اذا هو يطلع لي سبوزيتري نفس الحجم هذا المولد، بس الوزن راح يختلف تعتمد على يا سبوزيتري بيز اللي استخدمت. اذا كانت كوكو بتر فاذا الدنسيتي مالتها واحد، واذا استخدمت بولي اثيلين جلايكول الدنسيتي مالتها 1.2. اذا نفس المولد يطلع لي نفس الحجم، بس شح يطلع لي الاوزان مختلفه. ليش؟ لان انا عندي سبوزيتري بيز الدنسيتي مالتها مختلفه. بولي اثيلين جلايكول طلع لي الوزن اكثر من كوكو بتر. ليش؟ لان الدنسيتي مالته اكبر، اكثر 1.2 كوكو بتر 1. حيطلع لي سبوزيتري نفس المولد، هو يطلع لي نفس الحجم بس السبوزيتري الوزن مالتني اختلفن بتعتمد على المواد اللي انا مستخدمها. سيميلرلي اني ادد ميديسينال ايجنت، شقد ما اضيف مواد هذه المواد لها دنسيتي، الدنسيتي هذه راح تأثر على الوزن أكيد، تأثر على الحجم لا ما تأثر على الحجم لأن هذا المولد يلزم حجم محدد. Similarly any added additional agent alter the density of the base and the weight of the resulting suppository different from those prepared with base material alone. يعني even نفس المولد نفس الكوكو بتر نفس البيس، بس استخدمتها medicated non-medicated suppository الأوزان مالتها تختلف. ليش؟ لأن المواد تختلف. حطيت دواء، من حطيت الدواء هذا الدنسيتي مالتها تختلف عن كوكو بتر، ممكن يضيف لها وزن، ممكن يكون أخف من عندها الدنسيتي يقلل من الوزن مال السبوزيتري تطلع.
So the pharmacist should calibrate each suppository mold for the usual base. Generally هو يستخدمون calibration للكوكو بتر بوليأثين غليكول لأن هذا أكثر suppository base يستخدمون. شنو يعني نقول calibrate؟ يعني أعرف هذا المولد إش قد يلزم حجم، إش قد يلزم وزن من الكوكو بتر، إش قد يلزم وزن من بوليأثين غليكول. حجم لازم أعرفه، ولازم إش قد وزن من كوكو بتر، إش قد وزن بوليأثين غليكول إذا كان base. So as to prepare medicated suppository, each having proper quantity of medicaments. لازم أعرف إش قد يلزم حجم إش قد يلزم وزن حسب المادة اللي أنا أستخدمها. شلون يسوون الكاليبريشن؟ First step in calibration of mold is to prepare mold suppository from base material alone, non-medicated suppository. بدون دواء أحضرها. أبدأ أعرف هذا المولد إش قد يلزم حجم إش قد يلزم وزن. خلنا نأخذ مثال، مثلا شنو؟ كوكو بتر. أبدأ أستخدم فقط كوكو بتر وأكمل عليها مثال حتى نشرح عليها شلون نفتهمها. أول شيء مثلا عندي مولد بعشر فتحات، أجي أستخدم كوكو بتر، أترسهن هذني العشر فتحات، يجمدن أطلعهن after removal from the mold. هذول العشرة شو أسوي بهم؟ أوزنهم، شوف الوزن مالتهم. عشرة سبوسيتري طلع وزنهم فرضا 20 غرام، 20 غرام طلع عندي. إذا كل وحدة شقد وزنها المعدل؟ 2 غرام. هذا المولد يلزم لي 2 غرام، كل فتحة تلزم لي 2 غرام. طلعت الوزن مالتهم الكلي مال العشرة، طلعت المعدل مال كل وحدة شقد تلزم. وراها ايش اسوي؟ ابدا احسب الفوليوم. جيت حطيت هنا to determine the volume of the mold. Suppositories هذول اللي انا سويتهم العشرة carefully melted in calibrated beaker. اجي احطهم بيكر واحطه على الووتر باث لما يذوبن. من يذوبن حقر الحجم مالتهم ايش قد قراري على البيكر. And the volume of the melt is determined for the total number as well as for the average of one suppository. طلعت قراري الدنسيتي مالته هو واحد، حيقراري طبعا 20 مل، 20 غرام راح اطلع لي 20 مل. جيت قريتها المعدل مال كل سبوستري قد الفوليوم كل في كل سبوستري الوحده 2 مل. فعندي صار وزن، عندي صار شنو؟ حجم. هاي ورقه واسجلها يم المولد، اقول هذا المولد يلزم كل فتحه تلزم 2 ب2، 2 غرام 2 مل من الكوكو بتر. ممكن تطلع لي بوليأثين غليكول 2 مل، وش قد يطلع عندي وزن؟ لأن density مالته 1.2. الوزن بدل ما يطلع 2 غرام راح تطلع عندي 2.4 هناك. ليش؟ لأن density بوليأثين غليكول وزنه أكثر، density مالته أكثر من الكوكو بتر، فحيطيني شنو؟ وزن أكثر. هاي الورقة وأسجلها يم المولد. أجي أريد أحضر الدواء مالتي، أجي أريد أحضر دواء. أنا ما راح أبقى أسويه كلها نان ميديكيتد سبوزيتري. شلون أحضر الدواء الميديكيتد سبوزيتري؟ شنو فائدة الكاليبريشن؟ أنا أول شيء إذا أريد أحضر ميديكيتد سبوزيتري، إذا أريد أحضر 10، أسوي كل حساباتي الكميات اللي أحتاجها أسويها ل 11 أو 12. لازم أسوي وحدة أو 2 إكسترا زيادة. هاي ليش أسويها زيادة؟ يعني أنا إذا أستخدم مواد هي melted مذوب يعني موعيها، هذه ممكن بدرجة حرارة الغرفة sometimes إن يصير بيها congealing، تشلب بالبيكر اللي دا أستخدمه، تنقط من عندي، تروح من غير ما تروح، ممكن يصير بيها wasting أثناء الشغل. فأنا مثلا أحضر لعشرة وكمية أحسبها كاملة لعشرة، وأجي أريد أصبهن وأكملها وين؟ أكملها لحد آخر وحدة، آخر وحدة ما تنترس كلها. ليش؟ لأن صار عندي ويستينج، ضاعت أثناء الشغل. فأحضر وحدة أو 2 إكسترا بالسبوسيتري على مود شنو؟ أضمن أنه كل القالب راح يكفي، لأن أكو قسم من هاي الماتيريال تشلب بالبيكر. مثلا كوكو بتر، كوكو بتر أنا مستخدم حرارة دا ذوبها، لأن درجة حرارة الغرفة مثلا 24 وهي يصير بها melting بال 34 فأنا أو بال 32. فهنا أجي أسوي شنو؟ أجي أحميها على الووتر باث.
شوية ذوب أروح أصب، وراها جمدت أروح أخليها على الوتر باتر شوية موع أرد أجي أرجع أصب بالقالب الثاني. فهنا حيصير عندي ويستينج، يبقى قسم متشلب بالبيكر يجمد على جدار البيكر. فأحضر وحدة اثنين زيادة، وهاي الزيادة وأنا ما أملي القوالب أشيلها وأذبها بعد ما أحتاجها. أهم شيء تنترس عندي القوالب. So calculate the amount of the material needed for the preparation of one or two more suppository than the number prescribed to compensate for inevitable loss of some material and to ensure having enough material. So إحنا إيش نحتاج؟ prepare extra one or two suppository بالفورمولا. أحتاج 10 حضر 11. سوي حساباتك انه تستخدم مواد ما تدعش وحده، والزايده بالاخير للزيد تشيلها وذبها. سوي العشره صرفهم بالوصفه، والاخيره الوحده ايش قد تبقى؟ وحده نص، وحده ربع، وحده زادت عندك من الماتيريال ذبها وخلي تولي احسن مما تسوي عشره. انت تسوي حساباتك لعشره وبالنتيجه تطلع عندك تسعه ونص، لان ليش؟ لان نص وحده تشلبت بالبيكر وما تقدر تديرها بعد. وراها ايش اسوي؟ اجي اسوي الدراج ماتي، اشوف الدراج الوزن. خلنا ناخذ المثال مالتنا اللي هو 250 ملغ باراسيتامول. سوري 250 ملغ باراسيتامول، اجي اقول اني لعشرة اذا كل وحده بها 250 ملغ، اذا 10 سبوستري خلينا نشيل هاي الوحده والاثنين على مود بالحسابات مالتنا، بس بالتاكيد اثناء المختبر اثناء ما تشتغل التيارات تحسبها يعني. فاقول اني 10 سبوستري 250 ملغرام لكل سبوستري، ايش قد احتاج؟ 2500 ملغرام من الباراسيتامول على مود اسوي شنو؟ على مود اسوي 10 سبوستري كل وحده بيها 250. هذه ال 2500 ملغرام يعني 2500 ملغرام يعني ايش قد؟ 2.5 غرام. 2.5 غرام هذه اجي اقول وزن عدي الفوليوم مالتها، لازم اطلع لازم اعرف ايش قد الفوليوم مالتها. هاي الفوليوم مالتها يعني قبل اروح اقيس الفوليوم، لا اروح للسيد جوجل، اروح للكتب التكست بوك، اشوف الدنسيتي مات الباراسيتامول شقد. فرضا الدنسيتي مات الباراسيتامول طلعت عندي 1.2 اكزامبل، يعني 1.2 طلعت الدنسيتي. انا عندي وزن وعندي دنسيتي، شلون اطلع الحجم مالتها؟ وزن على دنسيتي يطلع عندي الحجم، فيطلع عندي شنو؟ 2.5 غرام تقسيم 1.2 يطلع عندي شنو؟ ايش قد يطلع عندنا تقريبا دنسيتي؟ هذا الدنسيتي يطلع عندنا في فوليوم معين. هذا الفوليوم طلع عندي رقم، اقول انا بالبيز طلعت عندي من الكاليبريشن مثلا على سبيل المثال بالكوكو بتر تلزم عندي ايش قد؟ 2 غرام، 10 20 غرام لازم انا استخدم هنايا من الكوكو بتر. هنا الفوليوم مثلا مال هذه طلع عندي فرضا على سبيل المثال طلع الفوليوم مال باراسيتامول 2.5 غرام، طلع عندي باستخدام الدنسيتي طلع عندي 2 مل، عندي 2 مل من الدواء و20 غرام من البيز. ايش قد صار عندي كلهن؟ 22 غرام. المول ايش قد يلزم؟ العشرة، 10 المولد 10 فتحات يلزم 20، يعني كل وحده تلزم 2 من الكاليبريشن طلعناها. ف22 شلون اخليها بمولد يلزم فقط 20؟ ما راح تصير. الدواء ابقي انقص القيمه مالته اللي هي 2 غرام من السبوستري بيس، فمنها استخدم 18 مل ومنها استخدم 2 مل. فش قد صارن؟ صارن 20 مل. صارن 20 مل، هذه هي اللي راح أصبها بالسبوستري. 2 مل ب 18 مل، أجي أستخدمهن هنايا أصبهن طلع عندي 20 مل، يطلع على قد القالب اللي هو 10 فتحات، سوالي 20 سبوستري كل وحدة بيها شقد 250 ملغرام. زين أني أثناء الشغل أقول أني أستخدم الفوليومز. طيب اوكي زين، انا بدل ما ابقى استخدم الفوليوم منا والفوليوم منا، هذه مثلا السبوستري بيس 18 مل، زين انا اعرف الدنسيتي مالتها اللي هي واحد مثلا كوكو بتر واحد، فبدل ما استخدمها 18 مل اقول استخدم 18 مل، اقول استخدم 18 غرام.
يعني عدي الدنسيتي مالتها اللي هي واحد، فاقوم استخدم الميزان. ليش؟ لان هذني تمبرتشر مال روم تمبرتشر ات روم تمبرتشر هن هذني شنو؟ هن اصلا سوليد. فبدل ما اجي اروح اذوبها وراح اقيس 18 مل، اقول لا راسا على الميزان 18 غرام هي تعادل 18 مل، اذا اخذ 18 غرام من نايه و2.5 غرام من نايه من هذا الدواء، صار عندي ايش قد؟ 20.5 غرام. من صار 20.5 غرام هن ايش قد الفوليوم مالتهن؟ 20 مل، 20.5 غرام الفوليوم مالتهن 20 مل، اجي اصبها بالمولد يطلع عندي 10 سبوستري كل وحده حجمها 2 مل تحتوي لي دواء 250 ملغرام. شويه طولنا بها لان شويه عمليه. ليش؟ لان هي الشغله بالعملي المفروض تعرفوها خطوات شلون تسووها بالعملي. هذه الفكره بها كلها شنو؟ انه انا عندي فوليوم وويت لازم ألقى في التناسق في الترابط بيناتهم. وشنو هذا التناسق والترابط؟ هو الدنسيتي، حتى أحصل شنو؟ سبوستري مضبوطة. مثال السابق أخذنا 250 ملغرام باراسيتامول اللي هو كمية كبيرة. أكو سيرتن دراج اللي هي مثلا 5 ملغرام بالسبوستري، 1 ملغرام بالسبوستري. هذا شنو تأثيره على الفوليوم؟ شقد راح يضيف لي؟ شنو الدنسيتي مالته؟ واذا الدنسيتي مالته تختلف، انا مستخدم 2 غرام بيز 1 ملي غرام دراج. طيب هذا اذا الدنسيتي مالته 3 اضعاف او 4 اضعاف ودي اثر على شيء، اثر لي على الفوليوم ما اثر، فما استخدمه. مرات انه الدواء اذا كان قليل كميته قليله استخدم نفس الارقام اللي تطلع لي بالكالبريشن، كانما انه انا اذا استخدم شنو مواصفات البيز فقط. انت واحد مواصفات مالته 99% وواحد ناطي مواصفات ب 1%، النتيجه النهائيه شنو؟ تخص ال 99% يا نفسي، ما ضايف لي شيء بها. واذا الدنسيتي تختلف واذا الفوليوم راح يتاثر ما يتاثر، هو 1 ملغرام. فهنا يستخدمون شنو؟ يقول لك اذا كانت دواء اذا كان حجم السبوستري تلزم لي الوزن مالته تلزمه من مثلا كوكو بتر او البولي اثيلين جلايكول تلزم لي 2 غرام، تلزم لي 2 غرام، وانت الدرج اللي عندك ما يتجاوز ال 100 ملغرام، هنا لا تسوي ذيك الحسابات، لا تسويها، استخدمها شنو؟ نفس المواصفات والدنسيتي الفوليوم مالت البيز اللي انت دا تستخدمها، لان هذا الدراج ما راح يضيف لك هواية شغلات، ما راح يضيف صفاته هواية. شو وقت يقوم يضيف؟ يمن هذه 100 ملغرام صارت 250 ملغرام، شلون ذاك المثال؟ لا، لازم اسوي هناك الشغل مالتي ذاك كله اعيده. اجي اقيس ايش قد الفوليوم مالتها وايش قد يعادل الفوليوم من السبوستري بيز وانقصها من السبوستري بيز على مود هذا دي يجيب مكانه. اما هذا الفوليوم مالتها ما تسوى، يعني ما راح يضيف لي فتشي، فهنا شنو هذا ما راح ياثر عندي وما يحتاج انه اسوي حسابات وانقصها من السبوستري بيز الفوليوم مال السبوستري بيز. شو وقت يمين يقول عندي 100 او اقل بسبوستري تلزم لي 2 غرام، أو ممكن 100 إي بس هذه سبوستري بيز تلزم لي 1.5 غرام، هنا بهالحالة حيأثر. ليش؟ لأن هذا لازم يكون السبوستري القالب مالتي كبير 2 وأكبر والكمية مالتي الدواء 100 وأقل، يلا ما يتأثر. أما إذا كانت أكثر من 100 بالاثنين غرام أو كانت 100 بأقل من 2 غرام، لا راح يتأثر هنا. However, if considerable quantity of other substance are to be used, the volume of this material are important. أما هنا ما رح يكون important. هيكون important، رح نشتغل عليها على أساس ننقص الحجم مالتهن، نشوف الحجم مال الماتيريال مالت الدراج وننقص من السبوستري بيس. شلون كان 20 وسوينا 18؟ ليش؟ لأن هو لازم لي 2 مليلتر فوليوم هذاك الباراسيتامول، نقصت. أما إذا كانت هيك كميات قليلة لا ما نقص، ما أحتاج أنقص. طريقة أخرى بالكاليبريشن يستخدموها اللي هي يسموها دبل بورينج ميثود. دبل بورينج ميثود يعني انه انا اصب بالقالب مرتين. شلون اصب بالقالب مرتين؟ اول خطوه
أوزن الدواء اللي أحتاجه to prepare single suppository. مثلا على سبيل المثال أحتاج 250 ملغرام باراسيتامول، نفس المثال نأخذه 250 ملغرام، 250 ملغرام. أول شيء أسويها أخبطها ويا كمية قليلة من السبوسيتري بيز، أحط أجيب كوكوا بتر مثلا 250 ملغرام من الكوكوا بتر، ف 250 ما راح يغطن لي، ما راح يسدن لي هذا ال 2 غرام. 250 ايش قد صارن؟ 500 ملغرام، يعني نص غرام، نص غرام. والسبوسيتري القالب مالتها يلزم 2 غرام. فإذا أسوي شنو؟ أدير أول ديارة، أول شيء أوزن هذا المادة سنجل سبوسيتري، مال سبوسيتري وحدة، أسوي لها ميكس أو ديزولف، إذا كانت المادة تذوب أذوبها، إذا ما تذوب بس مجرد أخلطها، أسوي ديسبيرشن، ديزولف إت أو ميكس وذ ذا بورشن، جزء أوف ميلتد سب بيز انسفيشنت تو فيل ون كافيتي، غير كافية إنه تسوي شنو؟ تترس ون كافيتي، فتحة واحدة. وراها شو أسوي؟ هذه أول بورينج، أول صبة صبيتها. وراها شو أسوي؟ add additional melted base to the cavity to fill it completely. أديرها لحد ما شنو؟ تنسد، تنترس كلها. ورا ما انترست هذه شنو الطبقة الجوة؟ طبقة الجوة دوة مركز ويا سبوسيتري، خالطها الآني هنا الفوق شنو؟ فقط سبوسيتري بالصبة الثانية. allow suppositories to congeal and harden، أتركها لما تيبس وتجمد، تجمد تصير قوية. وراها شنو؟ remove the suppository، أطلعها from the mold، أوزنها. الوزن هنا إيش راح يساوي لي؟ وزن الدواء اللي أني أصلا وازنة بالبداية بالخطوة الأولى، زائدا وزن السبوسيتري بيز القاعدة اللي أنا حطيتها بالصبتين، بالصبة الأولى وبالصبة الثانية. فبهالحالة إيش راح يطلع عندي؟ هيطلع عندي وزن مثلا هنا يطلع عندي، خلنا نفترض إنه هو طلع عندي 2 غرام وخمسة بالعشرة، 2 غرام وخمسة بالعشرة. أنقصها من 250 ملغرام اللي طلع، اللي أنا أصلا حطيتها الدواء، راح يطلع عندي شنو؟ وزن السبوسيتري بيز اللي أحتاجه أني بسنجل مولد، بسنجل أوبنينج، أحتاج لي 10. أقول هاي أحتاج هلقد دواء 250 ملغرام، والسبوسيتري بيز أحتاج هلقد، بيش قصتها؟ قصتها بالتجربة. وراها أقول أنا إذا أحتاج 100 سبوسيتري، إذا أحتاج 250 ملغرام في 100، والسبوسيتري بيز طلعت لي من التجربة هنا أضربها في 100، على مود شنو أحضر؟ أحضر هاي الوجبة. هذه طريقة بالكاليبريشن يسموها شنو؟ دبل بور ميثود. ناخذ مثال، خلنا ناخذ اكزامبل على هذا الكاليبريشن. فور اكزامبل، if 12 ml of cocoa butter is required to fill suppository mold. Suppository mold ممكن هذا يكون ب يعني خمس فتحات. ف 12 ml يترس لي اياها هذني الخمس فتحات suppository base من cocoa butter. And if the medicament in the formula have a collective volume، الفوليوم مال هذني الخمس فتحات، الدواء احتاجه 2.8 ml. زين 2.8 ميل هذه ما أقدر أستغني عنها، لأن هو هذا الدواء لازم أخليه. إذا أريد أنقص على حجم المولد عندي محدود، أنقص من السبوسيتري بيز، ف 2.8 ميل تتنقص من 12 ميل، إيش قد راح يبقى عندي؟ راح يبقى عندي 9.2 ميل من الكوكو بتر أحتاج، 9.2 ميل من الكوكو بتر و 2.8 ميل من الدراج، راح يطلع عندي صافي مالتها 12 مل، اللي هو شنو؟ الكاباسيتي، الطاقة، الاستيعاب مال هذا المولد. راح إذن أنا حساباتي اللي هنا مضبوطة. وراها ايش أقول؟ أقول أنا كوكو بتر عندي هي أصلا كونجيلد بدروم تمبرتشر، فبدل ما أذوبها وراح أقيس 9.2 مل من عدها، ايش قد الدنسيتي مالتها؟ دنسيتي مالتها 0.86، خفيفة لأن هي، ف
0.86 هذا ريال اكزامبل، مو اكزامبل انا دا اعطيكم اياه، لا هذولي هذه الدنسيتي مالتها مضبوطه، مو مثل قبل شوي حسبتها واحد لتسهيل الحسابات. سو باي ملتيبلاينج الفوليوم في الدنسيتي يطلع عندي وزن، هذا الوزن اجي اقول انا اريد اشتغل شو اسوي اذا؟ اوزن، يطلع الوزن 7.9، اقول اوزن 7.9 غرام من السبوسيتري بيس ويا الدراج اخبطه اللي هو 82.8 مل، واللي يعني اصلا همين جايبها من وزن، فاذا يصير هذا الوزن اخبطه ويا هاي الماده ويا 2.8 مل، هذا ايش قد يطلع عندي الحجم مالتين؟ يطلع عندي الحجم 12 مل، كافيه انه شنو استخدمها على مود احضر السبوسيتري المكتوبه عندي من هذا المولد. سو افتر ادجستينج، طبعا انا هنا دا اشتغل انا بدون شنو، بدون ما اقول 1 اور 2 اكسترا، لازم وراها ايش اسوي؟ افتر ادجستينج فور ذا بريبريشن اوف ان اكسترا سبوسيتري اور 2 سبوسيتري اكسترا، ذا كالكوليتد اماونت از ويت. انا هنا مثلا انا عندي هنا 5، هذا يكفيني الى 5، بينما انا لازم احضر شنو 6، اضرب في 6 على 5 على مود اطلع ايش قد كوكو بتر، 2.8 اضرب في 6 على 5 على مود شنو، ليش انا اريد وحده اكسترا، بدل ما 5 سبوسيتري 6، فعلى مود اطلع الكميه الكليه شنو في 6 على 5، اجي اضرب اطلع شنو الكميات على مود شنو، اسوي ادجستمنت ل 1 اور 2 اكسترا سبوسيتري. من هاي العملية مات الفوليوم والدراج والويت، مات الدراج والبيس والهاي، صارت شوية معقدة عملية الحسابات مات السبوسيتري. اكتشفوا فد مصطلح اسمه displacement value. displacement value يعني شنو؟ يعني كل دراج اشقد ياخذ حجم من السبوسيتري بيز زي ما احطه بالسبوسيتري، وهذا defined كل دراج اللي سوى سبوسيتري مفروض نعرف عنه احنا بالمصنع، لازم نعرف ايش قد عدة displacement value. يعني شنو هي displacement value؟ The displacement value is defined as the number of parts of drug that displace 1 gram of suppository base. هذا من اجي احطه بمكان السبوسيتري بيز، ايش قد راح يزيح لي من السبوسيتري بيز، لازم انقصها على مود اخليه هو بمكانها بالمولد. For example, hydrocortisone has displacement value of 1.5. That's mean 1.5 gram of hydrocortisone displace 1 gram of suppository base. يعني cocoa butter. If the density of the drug equal the density of the base, the drug will displace the same amount of the base. أكيد. إذا هو نفس الدنسيتي احط غرام راح يطلع لي 1 غرام من الـ من الـ من البيس. اذا if the density of the drug is more than the density of the base it will displace low amount of the of the base. هي تسوي displacement، ذا density مالته عاليه يعني يعني نص غرام، sorry if the density of the drug more than the density of the base to displace low amount. يعني مثلا density مالته ضعف density مالت البيس. يعني شنو؟ يعني الغرام الواحد يلزم نص مللتر، بينما مثلا for example الغرام الواحد مالت البيس يلزم شنو؟ يلزم sorry اذا كانت density مالته عالية يعني شنو؟ الاثنين غرام يلزمن 1 مل. من اجي استخدم 2 غرام هيسوين displacement لواحد غرام اللي هو يلزم 1 مل، فاذا كل 2 غرام راح يوخرن شنو؟ يوخرن 1 غرام. ليش؟ لان الدنسيتي مالته عاليه هذا الدرج. If the density of the drug is less than the density of the base then it will displace high amount of the base. عادة displacement value of the liquid considered as 1، نستخدمها كشنو صورة الحسابات displacement مالته 1، يعني شنو نعتبرها نفس ال نفس density مال شنو مال suppository base. حتى نفهم هسه هذا ناخذ example calculate using displacement value شلون احضر suppository.
For example, prepare 6 codeine phosphate suppositories. Displacement value matter 1.1. Using mold of 1 gram size, each suppository contain 60 milligram. أنا أول شيء شو أسوي؟ ما أحضر 6 suppository. ممكن أحضر 7، ممكن أحضر 8. لسهولة الحسابات راح أحضر 10 وراح يصير عندي ويست هواية وأذبة ما يخالف. بس عندي 6 أنا أحضر 10، أسوي حساباتي على 10. 10 suppository to compensate any loss. لأن أنا قلت بنسوي suppository لازم أسوي زيادة لأن أكون منه حيصير بي ضياع بإطناء الشغل. سو أنا أستخدم كل وحدة تحتوي لي 60 ملغرام، 60 ملغرام في 10 يساوي لي 600 ملغرام أو يساوي لي شنو؟ نص غرام كودين فوسفيت على مود أحضر 10 suppository. suppository base إيش قد هو القالب يلزم؟ يلزم 1 غرام. suppository base 1 غرام في 10 10 غرامات total weight of pure base. جيت أنا هسه أريد أستخدمهن، أجي أقول هذه اللي أنا أستخدمها نص 0.6 غرام، مو راح تلزم حجم زين. هذا هو قبط لي البيس، هو ترسة suppository القالب. شو أسوي؟ لازم أنقص من هاي العشرة. إيش قد أنقص حجم من عندها على مود يترس عندي، أشيل من عند الحجم بحيث القالب يجي عندي مضبوط. هذه استخدم الديسبليسمنت فاليو. نعطيني الديسبليسمنت فاليو مال كودين، يقول لي كل واحد كل 1.1 من السبوست من كودين ديسبليس 1 من السبوستري بيس، 1.1 من الدراج ديسبليس 1 جرام اوف ذا بيس. انا ايش قد استخدم 0.6، ال 0.6 ايش قد ديسبليس؟ ديسبليس اسوي نسبه تناسب البيس displaced هنا راح تصير جد 0.55 غرام من البيس. إذا كانت pure base 10 أقطع من عدها وأنقص من عدها 0.55 جد تصير عندي 9.45 غرام بيس أستخدم، زائدا 0.6 غرام من الكودين فوسفيت هذني أسويهن صير أني كفن جد يكفن 10 suppository. هو شي يريد؟ يريد 6. أجي أستخدم ورا ما ذوبتين وسويت الفورمولا، أترس 6 ذني القالب وشي يزيد عندي أذبه. كملت الشغل خلاص، كملت ده الموضوع، حضرت 6 suppository كل وحدة تحتوي لي 60 ملغرام ووزنها شقد 1 غرام. هنا هي some example of displacement value. ممكن توقعوا يجيكم بالامتحان أعطيكم displacement value وأقول لك حضر لي 10-15 suppository من هذا الدرج وأعطيك displacement value مالته لمثلا كوكوا بتر. فأنت راح تيجي تحسب لي تعيدي نفس هذين الحسابات according للnumber of suppository required with displacement value وش قد الدوز اللي أنا أستخدمها. Now examples على displacement value for different products, different constituent, aminophylline, 1.5 zinc oxide, resorcinol, tannic acid, bismuth subgallate, hydrocortisone, and pyrobalsam. هذول كلهم displacement value، كل مادة ممكن تتحضر ك suppository لازم أنا أعرف displacement value مالتها على مود أقدر أحدد إيش قد لازم أشيل من السبوستري بيز وأخليها. نكمل لموضوع آخر اللي هو density or dose replacement calculation for suppositories. يعني شنو؟ يعني هسه ما نقول إنه إحنا هذه المولد يلزم لي 2 غرام. 2 غرام it's according to the density of cocoa butter for example or any other base. However, inclusion of some drugs, some other ingredient هذا راح يأثر لي على شنو؟ راح يأثر لي على الويت. مثل ما قلنا يلزم نفس الفوليوم هذا المولد، however الويت يختلف لأن ليش؟ باستخدام different density. هذا هو density calculation for suppositories. عندنا 3 method: dosage replacement factor, density factor or occupied volume method. هذول نقدر نحسب شنو total density, total weight
of suppository. The density factor of various space a drug need to be known to determine the proper weight of ingredient to be used. Density factor to send density factor to relative to cocoa butter have been determined. If the density factor of the base is not known, it is simply calculated as the ratio of the blank weight of the base of cocoa butter. عادة هذه density factor يستخدمها الكوكو بتر. إذا ما كانت إذا مو الكوكو بتر غير بيس وهذا ما معلوم الدنسيتي فاكتر مال هذا الدراج ايش قد، راح يستخدمون نفس الرفرنس نفس الرقم اللي هو موجود للكوكو بتر. Three method of calculating the quantity of base that the active medication will occupy the quantity of ingredient required as illustrated here. أولا dosage replacement factor مثل ما قلنا density factor occupying volume method. هذول ثلاث طرق على شنو نحسب dose replacement لل suppositories. أول طريقة اللي هي determining of the dosage replacement factor by dosage replacement factor. هذه معادلات أنا ما راح يعني ما راح أعطيكم إياها بصعوبة هنا، ليش؟ لأن هي كلها راح تتضمن certain examples على مود نعرف شنو هي المعنى مال هذه المعادلة. E is the weight of the pure base suppositories. G is the weight of suppository with X percent of active ingredient. هاي G ال E يعني empty، هذه هي suppository base بس بدون دواء. G هي وزن suppository اللي تحتوي لي X percent من الدواء. Cocoa butter is arbitrarily assigned a value of 1 as a standard base. عادة يقارنون شنو؟ الكوكو بتر هي كسبوسيتري بيس، وعادة هذا شوف هذا الواحد هي هذا شقد يضيف الوزن، ينضاف الوزن للكوكو بتر اللي هي أصلا موجودة. نرجع هنا شنو نشوف شنو هي dosage replacement factor لعدة أدوية. هذني إذا أجيب لك ياهن بمسألة بسؤال أنا أكيد راح أعطيك ياهن، ليش؟ هذول اللي يعني موجودين بريفرنس. ناخذ example. Prepare a suppository containing 100 ملغرام of phenobarbital الF equal 0.8 1. الاف شنو هي؟ هي دوزج ريبليسمنت فاكتور. سو فينوباربيتال دوزج ريبليسمنت فاكتور 8.81 يوزين كوكو بتر از ذا بيس. ذا ويت اوف ذا بيور كوكو بتر سبوزيتوري از 2 جرام. بيكوز 100 ملي جرام اوف فينوباربيتال از تو بي كونتينت ان ان ابروكسيميتلي 2 gram suppository, it will be about 5% phenobarbital. عندي الاكس طلعتها انا اصلا، عندي 2 gram موجود بيها جد 0.1 gram or 100 ملغرام، راح تمثل جد الاكس هنايا concentration percent 5%. What will be the total weight of each suppository؟ نجي نطبق هذا القانون. 0.81 اللي هو شنو دوزج ريبليسمنت فاكتور مال الفينوباربيتال 0.81 في يساوي تقاوس 100 في اي ماينس جي. الاي هي الامتي سبوزيتوري 2 غرام ناقص جي هو اللي يريدها الجي، تقسيم جي هي المطلوبه ملتيبلايد باي بيرسنت الكونسنتريشن مال الدراج 5%، اكتب 5 فقط، سدها زائدا 1 ويساوي لنا 2.019. عيدك بس تنتبه لي هنايا هذا المعادلة اكو طباعة اكو خطأ بالطباعة، هذا زائد 1 مو بالمقام بالبسط، سوي الكالكوليشن وشوف انه هذا زائد 1 هو على البسط مو بالمقام بالضبط، هيجي هاي هي المعادلة الصحيحة.
نايا، بس طريقة الحل بالتطبيق بالأرقام بالكتاب كان أكو بيه خطأ، فهاي زائد واحد المفروض تكون بالمقام لأن تغير عندك النتيجة ما تطلع لك 2.019. So هنا الوزن what will be the total weight of each suppository, total weight of each suppository هيطلع عندي 2.015 غرام weight of medicated suppository. non medicated suppository كان وزنها شقد 2 غرام. الطرق الأخرى راح نناقشها إن شاء الله بالجزء القادم من محاضرة استكمالا لمحاضرة السبوستريز. تمنياتنا بالموفقية إن شاء الله.